من الأدوات المساعدة على الرسم في برنامج الإنكسكيب موضوع الجريد. هاجي هنا في الخصائص اللي هي إيديت بروبرتيز، أختار الجريد، هقول له اعمل لي جريد جديد، فيقول لي الجريد اهوت، هقول له انيبل أفعله أو ما أفعلهوش، فيزابل هتشوفه ولا مش هتشوفه، سناب تو فيجوال جريد يبقى فيه تجاذب لما أجي أرسم يعمل تجاذب مع الجريد بالشكل دوت. الجريد يونت هتمشي على ان يونت الاوريان اكس والواي، السبيس بين ده ودوت، السبيس مثلا ممكن نخليه 2 بي اكس بين الاكس والواي فتظهر بالشكل دوت. اللون بتاع الخطوط الداخلية ممكن نديله مثلا اللون دوت، الخطوط الداخلية والخطوط الخارجية ممكن نديها مثلا اللون دوت فتظهر بالشكل دوت. المسافة ما بين الخطوط يعني بين الخط الكبير والخط الكبير في كام خط صغير هيظهروا، مثلا ممكن نخليهم 5 أو 6 بالشكل دوت أو 7. ممكن نقول له شو دوتس انست اون لاين فيبدأ يظهر لي الخطوط في الأماكن اللي فيها التقاطعات.